هناك نعرف ان في الولايات المتحده الامريكيه هنالك لوبيات ايرانيه، لوبيات اسرائيليه، وربما يختلفان في دعم اي مرشح منهما، وربما يتفقان على دعم المرشح المناسب خصوصا مع الازمات التي حدثت في المنطقه. لكن ارى في ان فوز ترامب هو ربما افضل للعراق لكن ليس افضل الى ايران. يعني هنالك ربط من بعض جماعات الضغط في العراق التي تكون أو تعمل لصالح النفوذ الإيراني، ترى بسياستها هي سياسة إيران، وإن إيران التي تعمل عليه إيران وتريده أن يتحقق هو من مصلحتها. بالعكس، العراق يعني حقيقة على عكس الموضوع الإيراني، المنفعة الإيرانية يجب أن نفصل منفعة إيران عن منفعة العراق. فأرى أن إيران تفكر حقيقة أولا في مصلحتها، وعلى الجماعات الضغط في العراق أن تعرف ذلك، ومصلحة إيران التي تحاول عليها باستخدام اللوبيات، باستخدام التحالفات الدولية، هي بفوز ترامب. لكن ربما كما قال سومرس ماغوم الروائي الشهير بأن الأشياء التي قد تفلت منك ربما هي الأفضل من التي قد تحصل عليها. ربما هم سيتفاجئون بسياسة بايدن الذين يسعون للفوز به بسبب الدواعي الانتقامية التي تذهب إليها إيران بعد مقتل سليماني، بعد العقوبات الاقتصادية، التحديات في العراق وتراجع نفوذ جماعات الضغط في العراق بصورة عامة. هذه بالكامل يجب أن نفصلها عن الشأن العراقي. الشأن العراقي مختلف، أرى في أن الشأن العراقي هو الأفضل له مع التحديات الأمنية الخطيرة. هنالك تحدي أمني موجود حتى الآن، إن كان من جماعات الضغط وإن كان بوجود داعش. داعش موجود حتى الآن، ومن يتكلم عن نهاية داعش فهو كاذب.